أهم مشكلة عندنا مشكلة الصرف الصحي. مشكلة أخرى برضو المستشفى الكيماني التكاملي من المواقع المهمة، والمبنى من 1954، وبالرغم من ذلك في نقص شديد في الدكاترة والأطباء والعلاج والأمصال في البلد. يعني يعتبر كده المستشفى نفسه في عداد أنه لا يعمل. برضو عندنا نقص المدارس، في نقص المدارس، لأن الكيمان تعتبر قرية بنكهة مدينة. بالرغم من ذلك المدارس بالذات الإعدادي والتعليم الأساسي قليل فيها خالص. يعني أهم المشاكل وأهم الاحتياجات اللي مطلوبة في القرية هي مشكلة المستشفى، المشكلة الوحيدة اللي هي قائمة من غير ما يشتغل لها حل. يعني ما فيهاش لا طب ولا فيها أي خدمات بالنسبة لموضوع المستشفى، وإحنا بنطالب بتشغيل المستشفى ودخولها ضمن المبادرة. تمام. بالنسبة للمشاكل الثانية، إحنا ما عندناش أي حاجة من البنوك المصرفية زي بنك مصر أو بنك القاهرة أو الأهلي، الحاجات دي برضه ناقصة عندنا. الطرق يعني عامة الطرق والمداخل بتاعت القرية برضه فيها تهالك، موضوع الزبالة برضه، موضوع الحاجات دي برضه فيها نقص شوية. الصرف الصحي عندنا مياه جوفية مرتفعة 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 بطريقة شاسعة، وعندنا أيضا كوبري يسمى كوبري كيمان المطاعنة، ده تعطيل تام 24 ساعة يوميا تعطيل المار. في أماكن عايزة رصف، يعني حتى الجنازة اللي ممكن توفى الناس هتدب تراب وهيبقى النفس مرهق. والمشكلة اللي أكبر وأعوص لما يجي واحد طفل لسعان ما يلقاش دكتور في الوحدة الصحية، يدن العشاء يحطوا له حباية طوب الباب وتسأل هنا يقول لك ما فيش دكتور. محتاجة برضو السجل المدني، محتاجة عدة خدمات، يعني زي ما انت شايف الأرض البيوت أغلبها طوب لبن، فأثرت المياه الجوفية اللي تحت أثرت على الأرض، فالبيوت أغلبها زي ما انت شايف فيها برضو مشاكل كتيرة. يعني بالنسبة للصرف الصحي يا ريت يحل المشكلة دي. بتخدم الريف المصري اللي هو من زمان منسي، من الستينات يعني بعد الثورة منسي للريف المصري. فهي مبادرة حياة كريمة، مبادرة ممتازة فيها مشاريع حلوة راح تخدم الريف المصري وتنقله نقلة زي ما قال الرئيس، المكان اللي حندخل فيه هيبقى غير ما دخلنا. يعني بالنسبة عن مشروع الخدمات بإذن الله يعني شغالين فيه، مشروع الخدمات ده هيخدم القرية برضه خدمة كويسة يعني بإذن الله. أكيد المبادرة الحمد لله يعني شايفين فيها أمل كبير، وحاليا يعني تقريبا في الأرض الواقع تقريبا فيها شغل، ومنهم يعني تقريبا المياه اشتغلت في المبادرة، اشتغلت يعني المياه كده شغالة، والصرف الصحي تقريبا بنسبة 2% أو 3% اشتغلوا. إن شاء الله دي عشمانين في الله ثم في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن شاء الله أنا مستبشر خير عشان جنبينا في شغل، ويعني حاسس إن شاء الله تبقى في خطوة. الرئيس ربنا يبارك لنا فيه بيحل.